التقى وزير الثقافة أحمد هنو مع نظيرته الأردنية هيفاء النجار في مستهل زيارته الرسمية للمملكة الأردنية، وذلك لبحث سبل تكثيف التعاون بين البلدين. وشدد هنو على الأواصر القوية التي تجمع بين الشعبين في مختلف المجالات خاصة الثقافية. من جانبها شددت وزيرة الثقافة الأردنية على أهمية تعزيز التبادل الثقافي بين مصر والأردن.